السلام عليكم، ازيكم يا احلى واجمل شباب؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وفيديو جديد على قناة ليتو جيمز، ازاي تقدر تشغل الالعاب من غير ما تنزلها على موبايلك. اتمنى ان تشتركوا في القناة وخليكم معايا، ما تروحوش بعيد. كلنا عندنا موبايلات وبنعاني من قلة ذاكرة التخزين بتاعة الموبايل، ومبنحبش اللي احنا نضغط على الموبايل من كتر الألعاب اللي احنا بننزلها وتطلع في الآخر اللعبة مش حلوة. وطبعا ده بيأثر على باقة النت بتاعتك، لأنك نزلت لعبة ومسحتها بعد كده بتشوف غيرها وكده. هنا بقى انت هتلعب من غير ما تنزل اللعبة على الموبايل من غير أي مجهود، وبتلعبها بشكل طبيعي سواء كانت اللعبة دي أونلاين أو لعبة أوفلاين. معظمنا عنده تطبيق الكيوكيو، ولو التطبيق ده مش موجود عندك هسيب لك طريقة التسجيل في التطبيق تحت في الوصف. تطبيق الكيوكيو فيه مميزات كتيرة جدا، منها الميزة اللي هتكلم عليها في الفيديو ده، هو تشغيل الألعاب بدون ما تنزلها على موبايلك. هنفتح التطبيق ونروح للصفحة اللي احنا عايزينها اللي هي اللي عليها الفيديو. هتلاقي طبعا مجموعة ايقونات موجودة في بعضها، هنختار في ايقونة موجودة على شكل دراع الاتاري بتاع زمان، هتلاقيها باللون الاحمر، انا عامل لك علامة عليها ديت اللي احنا هنضغط عليها. تمام، دي اللي هتشغل لنا الالعاب من غير ما ننزلها، دي هنلعب بها على طول كده، تتلعب بشكل مباشر من غير ما تنزلها على الموبايل. كده احنا ضغطنا على الايقونة وهيفتح معانا الصفحة اللي جاية ديت، دي الصفحة اللي كلها الألعاب اللي بتبقى موجودة داخل التطبيق. الألعاب اللي احنا في ألعاب كتيرة طبعا موجودة في التطبيق، انت بتختار اللعبة اللي انت حابب اللي انت تلعبها وبتفتح اللعبة على طول من غير ما فيها أي مشكلة خالص، في ولا تنزلها ولا أي حاجة، اللعبة بتنزل على طول معاك. طبعا التطبيق مليان ألعاب، العاب كتيرة موجودة، في العاب منها اونلاين في العاب اوفلاين، انت بقى بتختار اللعبة اللي انت بتحبها وبتلعبها. لو عايز تجربها كلهم بتجربها عادي، مفيش اي مشكلة، دي ما بديلكش وقت محدد ولا اي كلام من ده، اللعبة كلها بشكل مجاني ومفتوحة على طول وما فيهاش فيها وقت محدد بس اللي انت تلعبه او كده، لا اللعبة بتلعبها على طول ما فيهاش فيها اي حاجة، كأنها بالظبط محطوطة على موبايلك، فيعني اللعبة عادي يعني ما فيش فيها اي مشكلة. فاحنا طبعا هنحاول احنا نجرب لعبة من اللي موجودة دول. طبعا انا حابب اللعبة اللي هي بتاعت كروس فاير ديت، هي انا منزل طبعا النسخة كاملة على الموبايل، بس انا حابب ان انا العبها هنا اللعبة تبقى بشكل مباشر من غير اي حاجة. طبعا انا كنت انا سجلت فيها قبل كده، فطبعا اللعبة هتخش معايا بشكل على طول عادي. اللعبة انت ممكن تسجل فيها مفيش اي مشكلة، تعمل هي طبعا لو انت عندك حساب اللي هو الكيو كيو او الويشات انت ممكن تنزل اللعبة عادي جدا، اللعبة ما فيش فيها اي مشكلة. طبعا لعبة كروس فاير لعبة جميلة جدا، الواحد يعني بيحب هو يلعبها، طريقة التسجيل فيها دخول سهلة جدا زي ما قلت لكم، سواء كان بالكيوكيو، طبعا طالما انت عندك التطبيق فانت تخش بالكيوكيو عادي يعني ما فيش فيها اي مشكلة، وتقدر ان انت تخش تلعب اللعبة بشكل مباشر. انا هنا بجربها قدامكم اللي هي اللعبة كروس فاير ديت من غير منزلها على الموبايل، النسخة دي غير النسخة اللي موجودة عندي على الموبايل، النسخة اللي تبقى على الموبايل طبعا نسخة كاملة، هي نفس النسخة بس أنا مسجل بحساب تاني غير الحساب اللي هو اللي معايا في اللعبة نفسها. دي لعبة كروس فاير، تجربة بشكل مباشر وأونلاين، تشتغل معايا مفيش أي مشكلة فيها خالص، كل اللي بتحتاجه بس إن أنت بتشغلها يكون عندك نت. لو شغال لك اللعبة طالما اللعبة اونلاين فتحتاج نت، يعني هي ده حاجة اساسية. انا بحاول بس ان انا يعني ايه اجرب اللعبة تبقى قدامكم على الطبيعة، يعني عشان تبقى انتوا بس برضو يبقى الكلام فيه مصداقية من اللي انا بقوله، يعني هو اللعبة دي هتشتغل معاكم عادي واي لعبة تانية موجودة على التطبيق نفسه. اللي عارف الطريقة اكيد هو اكيد عارف انا بقول ايه، يعني اللي معاه التطبيق وعارف يخش على الموضوع دوت فهو اكيد لو هو سمعنا وعارف اللي انا بحكي فيه. فطبعا في انا بقول كده عشان في غيرنا ما يعرفش التطبيق، يعني اغلبنا يعني بيستخدم التطبيق كتسجيل دخول وخلاص، لكن يعني ما يعرفوش الحاجات اللي تبقى موجوده داخل التطبيق، فدي ميزه جميله جدا موجوده في التطبيق، يعني حاجه يعني مش موجوده ولا بتنزل تطبيق مثلا خارجي عشان خاطر شغال لك لعبه من بره ولا الكلام ده.
هو تطبيق واحد فيه كل الحاجات اللي موجودة ديت، ويعني جميل جدا بصراحة. أنا أنصحكم بصراحة إن أنتوا تخشوا تجربوا الموضوع دوت، لو يعني يا رب بس يكون عندكم التطبيق، ولو مش عندكم أنا سايب لكم برضه الفيديو تحت في الوصف. وطبعا أنا بجرب اللعبة قدامكم، أنا بلعب جيم سريع كده برضه، يعني أنا مش هطول فيه يعني عشان بس برضه أوريكم طريقة اللعبة برضه يعني جوه اللعبة، وهي أونلاين يعني من غير ما تنزلها على جهاز هتلاقيها شغالة معاك بشكل طبيعي جدا، اللعبة ما فيهاش فيها أي حاجة خالص. احنا كده بدأنا اللعبة، وكده بداية اللعبة هتبدأ اهيت. اللعبة شغالة معاك بالجرافيك العادي جدا اللي هو زي على حسب النوع طبعا في موبايلك، لو موبايلك الجرافيك فيه أعلى من كده بتبقى الجودة أعلى وأعلى، لو أنت الموبايل بتاعك كويس يعني هي اللعبة تبقى شغالة معاك بالجودة زي ما أنت عايز. وفيها برضو الإعدادات بتاعتها، أنت بتخش بتظبط إعدادات برضو عادي جدا، مفيش فيها أي مشاكل خالص في الإعدادات. حاول ان انت تظبط الجوده، تظبط الدقه بتاعه الشاشه، كل ده موجود برضو في اللعبه عادي جدا زيها زي اي لعبه زي اللي موجوده بالظبط على موبايلك. هي لعبه كروس فاير بصراحه يعني تعتبر من اجمل الالعاب اللي موجوده حاليا، الواحد يعني دايما بيحب اللي انا العبها صراحه، انها لعبه جميله جدا اللي فيها مودات كتير، الواحد يعني دايما بيحب اللي هو يعني لازم افضل العبها كل شويه، لعبه جميله جدا وهتعجبكم الصراحه. طبعا احنا كده ايه خلصنا الجيم، طبعا هو جيم سريع كده طبعا، انا يعني ايه برضو مش عايز انا اطول عليكم، انا بحاول ان انا اختصر في اللعبه وفي الجيم الكلام ده عشان خاطر عن الفيديو ما اطولش اكتر من كده. في ايقونه فوق شبه المفتاح كده، تضغط عليها دي تطلعك للشاشه تاني، يعني ترجعك زي ما انت شايف كده، تضغط على العلامه اللي موجوده الكلمه اللي موجوده تحت ترجعك للشاشه تاني كانك انت ما عملتش حاجه، يعني دخلت اللعبه وطلعت منها على موبايلك عادي كده. اللعبة كده انت بتلعب على عادي بقى، جرب بقى اي لعبة تانية انت عايزها يعني براحتك بقى، يبقى التليفون معاك وانت شوف انت هتعمل ايه. طب لو يا ريت بس الشرح يكون وصل لكم صح، يا رب تكون انا وفقت، ويا متنسوش بس يعني ايه تشتركوا في القناة، واشوفكم على الف خير وفيديو جديد ان شاء الله.